السابعة وفيها محكمة الجنايات الدولية في تقريرها الأخير أمام مجلس الأمن تتحدث عن ارتكاب جرائم تدخل أو تدخل في اختصاص المحكمة داخل ليبيا. بعد تعرض طبيب بمستشفى بوسليم لاعتداء وصف بالجسيم، إدارة المستشفيات تطالب جهات الأمن بتحمل مسؤولياتها. وبعيدا عن روتين العمل ومرتبات الدولة، شاب من العجلات ينجح في تحويل هوايته المفضلة إلى مهنة وباب للرزق. أصدرت محكمة الجنايات الدولية الخميس في تقريرها الثاني عشر المقدم من المدعي العام للمحكمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المحكمة الدولية في تقريرها تحدثت عما وصفته بتوسيع نطاق التحقيقات في 2017 في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011، حيث أن أطراف النزاع في ليبيا يواصلون ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الدولية، منها إعاقة الفرار من مناطق العنف ومنع الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. كما تناول التقرير أيضا مطالبة مكتب المدعي العام بالجنائية الدولية العجمي العتري في 26 من أبريل 2016 بالقبض على سيف الإسلام وتسليمه لها، حيث أن سيف الإسلام ما زال بعيدا عن إشراف المجلس الرئاسي، إضافة لتعرض السعد القذافي لما وصفته بارتكاب أفعال لا إنسانية، فيما أكد ذات التقرير عدم تلقيها أي معلومات تفيد بإساءة معاملة عبدالله الصنوصي والتي تؤثر على سير المحاكمة. التقرير الثاني عشر الذي قدمته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بانسودا أبدى قلق المحكمة مما وصفته باستمرار أعمال الاختطاف في طرابلس على الرغم من انخفاض عدد المجني عليهم. ذكروا أن ذات التقرير تحدث أيضاً عن أن العدد الإجمالي للنازحين والذين وصفهم التقرير بالمشردين بلغ 350 ألف نازح، مضيفا أن مجلس الأمن لم يقدم أي دعم مالي أو غيره لعمل مكتب المدعي العام الجنائية الدولية في ليبيا. حول التهم التي قدمها التقرير عن تعرض السعد القذافي لأفعال غير إنسانية وحول ما وصفته محكمة الجنايات الدولية بأمر القبض على سيف الإسلام، القذافي ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة الدفاع سابق وأمر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة سيد خالد شريف. سيد خالد، أهلا بك إلى السابعة. أهلا وسهلا بكم أخوة المشاهدين. أهلا بك. بداية سيد خالد، يعني كيف تعلق على هذا التقرير الصادر من المحكمة الجنايات الدولية، وهل تم إعداد هذا التقرير بالتعاون معكم؟ نعم طبعا. بالنسبه لبدايه التقرير، هو هناك مواصلات في المكتب النائب العام ومحكمه الجنايات الدوليه، ونحن ايضا لدينا مواصلات بيننا وبين المكتب النائب العام، فهو الجهه القانونيه التي نحن نتواصل معها ونتواصل معها، ليس لنا اي اتصالات باي جهه خارجيه بحكم اننا نتبع وزاره العدل، واي مخاطب تم عبر هذه الوزاره المسؤوله. طبعا بالنسبه ل ما أشيع حول الساعد المعمر في التسجيل، نعم نحن طبعا مباشرة بعد خروج هذا التسجيل قمنا بإعداد تحقيق حول هذا الأمر، ووجه الأمر ووجه المواصلة لمكتب النائب العام، وأرسل لجنة التحقيق في هذه القضية وهي في اتخاذ الإجراءات المناسبة حول هذا الأمر. هذه الإساءة التي حدثت نحن نؤكد أن هذه ليست من سياسة المؤسسة وليس منهجا تسير عليه المؤسسة، وإنما هو تجاوز حدث وستتخذ الإجراءات حسب ما يتطلب ذلك أو حسب ما يعني يأمر به مكتب النائب العام في هذا الخصوص. طيب، الخطوة المقبلة لكم كآمر لمؤسسة الإصلاح وتأهيل الهضبة، يعني هل ستخاطبون المحكمة بهذا التقرير الصادر من قبلهم؟ نحن طبعا لا نخاطب المحكمة الجنائية الدولية مباشرة، نحن نتعامل جهة مسؤولة في داخلية، نحن نتبع نتبع مكتب النائب العام ووزارة العدل، نحن نخاطب هذه الجهات، نحن نتعامل معها وهي بدورها تخاطب المحكمة الجنائية الدولية، نحن مباشرة لا يمكن أن نتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية.
نعم. في سؤال أخير سيد خالد، التقرير تحدث عن إلقاء القبض على سيف الإسلام القدافي بهذا الوصف تحديدا، يعني إلقاء القبض، ماذا تقصد المحكمة في وصفها إلقاء القبض على سيف الإسلام القدافي؟ طبعا بالنسبة لسيف الإسلام القدافي حين قبض عليه وأودع في سجن في مدينة السلطان، ثم بعد ذلك طلب أن يتم نقله إلى طرابلس للمحاكمة، ولكن نتيجة الظروف وصعوبة نقله وامتناع الذين يعني لديهم هناك في تسليمه إلى طرابلس، تم الاتفاق على أن تم محاكمته في الزنكان عبر الزائدة المغلقة، واستمرت المحاكمة عدة أشهر، وكانت جلسات المحاكمة تتم في طرابلس بحضور محامين، وكانت تنقل مباشرة على الهواء مباشرة وسائل الإعلام المحلية والسردية، وكانت تتم متابعة المحكمة من قبل وقوف سيف الإسلام القذافي كان عبر الدائرة المغلقة، ثم صدرت الأحكام، وكانوا المحامين وفتحوا تحقيق الأحكام وعلى حسابه الحكم وإجراءات التحقيق وجميع التهم الموجهة، وأعتقد مندوبين الاتهامات نعم. سيد خالد صوت غير واضح، هنالك رداء في الصوت، هل يمكن أن تعيد الجملة الأخيرة التي سبق وأن ذكرتها من فضلك؟ نعم، هنالك رداء لديك في الصوت سيد خالد الشريف. المحاكمة حضرها أيضا عديد من مندوبي المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، وبثت على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام جلسات المحاكمات طيلة سنة أو سنة ونصف الماضية، وصدرت الأحكام، وأعتقد أن الأحكام هذه ليست أحكام نهائية، لدى هؤلاء المحكومين فرص لاستئناف المحكمة لدى المحكمة العليا، وهم قاموا باستئناف الأحكام، وما زال القضايا لدى المحكمة نقصد المحكمة العليا، آسف المحكمة العليا للنظر في استئناف. نعم، شكرا جزيلا لك آمر مؤسسة الإصلاح وتأهيل سجن الهضبة سيد خالد الشريف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وحول النقاط التي أوردها التقرير عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الدولية كإعاقة الفرار من مناطق العنف ومنع الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن علي. دكتور عبد الرحمن أهلا بك. أهلا وسهلا سيدتي. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى جرائم تدخل في اختصاصها، منها منع المدنيين من الفرار من مناطق العنف، أيضا منع الغذاء، يعني وجاء هذا التقرير بعد جلوسكم معها، لماذا لم تكن الإدانة واضحة في قضية قنفودة، وماذا تقصد تحديدا في مناطق العنف؟ يعني حتى قبل جلسة السيدة فاتو بن سودة يوم 9 نوفمبر امام مجلس الامن، يعني كان غير معروف يعني ماذا ستقول، حتى عن طريق المحققين يعني كان غير معروف ماذا ستقول. المهم عندنا هو انها قالت ان يعني الجريمه وفقدان القانون والهروب من العقوبات والأضرار التي لحقت المدنيين، هذه كلمات الرئيسية التي بدأت بها، والأضرار التي لحقت المدنيين جعلتها تلتفت لهذا الملف التفافا قويا لتجعله هو ملفها الرئيسي للعام القادم. هذا أهم ما عندنا، هو التفافها للمدنيين والتفافها للشعور الذي كان موجود عند الكثيرين من قدرتهم على الإفلات من العقوبة، وكذلك خلق بيئة لا يوجد فيها قانون. هذه الكلمات الرئيسية التي تعنينا، وذكرت هي قنفودة خلال يعني ممكن سأسترسل معك، لكن ذكرت قنفودة ثلاث مرات، ذكرت قنفودة ثلاث مرات. طيب، منظمة التضامن كانت متفائلة جدا وأشارت في تقرير لها وأصدرت أيضا حتى أسماء أو حتى في مداخلة بمعنى صح
يعني أظهرت أسماء من الممكن أن تصدر في حقهم مذكرات اعتقال، هل من الممكن أن يكون لما أشارت إليه منظمة التضامن أي صدى من قبل المحكمة الدولية الجنائية؟ منظمة التضامن منظمة عريقة، لم حقيقة لم أنتبه إلى 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 البيان الذي أنت يعني هو ليس، ولكن هو تعليق تحديدا تعليق من قبل نعم من قبل السيد خالد العقيلي. نعم هم قاموا حقيقة بجهود يعني بجهود هذه للأمانة، قاموا بجهود عظيمة بخصوص قنفودة وبخصوص درنة وبخصوص السجون في طرابلس وربما السجون حتى في مصراتة، فهذا يعني يشكر عليه. فكانت يعني أحد المعلقين أحد المحققين بعث لي برسالة وقال يعني نخبة ليبية بهذا الشكل وبهذه العقلية وبهذا الاهتمام بالحقوق، كيف يكون بلدكم رديء لهذه الدرجة؟ كيف يكون بلدكم رديء لهذه الدرجة وأنتم تمثلون هذا البلد رجالا وامرأة يعني؟ طيب هل من الممكن أن تكون هناك مبادرات من قبل المحكمة فيما يتعلق بالنقاط المذكورة؟ طبعا المحكمة المحكمة قالت بوضوح، السيدة بن سودة قالت بوضوح أنها الآن يعني طلبت الدعم المادي من الدول، وقالت أنها الآن قضية ليبيا هي القضية الأولى من الآن فصاعدا، وأنها حولت من ميزانيات القضايا الأخرى للقضية الليبية، وأنها ستصدر مذكرات اعتقال، وأن هذه المذكرات صار فيها تقدم قوي جدا خلال فترة وجيزة، وأن هذه المذكرات ستصدر في القريب العاجل. هذه النقاط التي قالتها السيدة فاتو بن سودة بقوة بخصوص الجرائم المرتكبة في ليبيا. طيب ختاما سيد عبد الرحمن، يعني أنتم أثناء جلوسكم مع المحكمة تم عرض الفيديو، أو حسب ما وصلنا يعني من معلومات بأن تم عرض فيديو للسيد بلعيد الشيخ بخصوص يعني عدم خروج أي شخص فوق أو تحت بمعنى صح سن 40، يعني هل كان لذلك صدى أو 14 بمعنى صح عفوا، هل هنالك أي صدى من قبل المحكمة؟ المحكمة أنا حقيقة حضرت جلسة يعني حوالي ساعتين ونيف من الوقت، وكانت السيدة بن سودة معنا حوالي ساعة، وكانت في جلسة ثانية لم أحضرها. في الجلسة التي حضرتها مع السيدة بن سودة حقيقة لم يعرض فيديو، إنما هو استماع لنا والاستماع منا لهم، لكن المعلومات التي عندهم دقيقة بما فيها المعلومات عن هذا الفيديو، وشبهها أحد كبار المحاميين بأنها قضية سربرنيتشا في البوسنيا التي قتل فيها حوالي 8000 طفل ورجل، وقالوا أننا لن نسمح بأن يعود مثل هذا السيناريو مرة أخرى. يعني فهذا كان المعلومات التي لديهم وفيرة جدا، ولهذا السيدة بن سودة تقول سنصدر توقيفات في الوقت القريب جدا. فالمعلومات التي لديهم حقيقة هي معلومات غزيرة. وحقيقة أنا عندي نقطتين لو سمحتي لي يا سيدتي الفاضلة. نعم. النقطة الأولى، أربع رسائل وصلتني اليوم من قنفودة، أربع رسائل أقرأها عليكم. الرسالة الأولى: المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية وبعضها شارف على الانتهاء، هذه جريمة ضد الإنسانية. النقطة كلمة هذه جريمة ضد الإنسانية هو تعليق مني. الرسالة الثانية: شح مياه الشرب وهي غير صالحة. الرسالة الثالثة: مع قرب حلول الشتاء النوافذ تضررت من القصف. الرسالة الرابعة: بدأ العام الدراسي وعدم إمكانية تدريس الطلبة في قنفودة. أنا من خلال هذه الرسائل أتوجه إلى طرابلس، وأتوجه إلى الزاوية، وأتوجه إلى الزنتان، وأتوجه إلى الغريان، وأتوجه إلى البيضة، وأتوجه إلى طبرق، وأقول لكم ماذا تنتظرون؟ هل تصدقون النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين أم لا؟ إن كنتم تصدقونه فقد قال: دخلت مرأة النار في هرة،
دخلت مرأة النار في هرة، يعني حبست قطة فدخلت النار. فأنتم في بلدكم تحبسون أكثر من 100 عائلة يا طرابلس ويا مصراتة، حبسين أكثر من 100 عائلة في كنفوتة ويا زاوية ويا غريان ويا زنتان ويا بيضة ويا طبرق ويا بنغازي. لماذا تحصدون غضب الله عز وجل؟ أنتم لا تحبسون قطة، تحبسون 100 عائلة، تحبسون 380 طفل. يعني ما هذا الجرم إن كنتم مؤمنين بالله عز وجل؟ ولا تنتظروا العالم، العالم يتفرج عليكم ويراكم مهزلة، لا تنتظروا العالم، تحركوا أنتم وأوقفوا هذه الحرب، حرب الجاهلية هذه، أوقفوها وأغيثوا ناسكم قبل أن يزيدكم الله عز وجل من غضبه. يا بنغازي أفيقي، يا بنغازي لا تزرعي غضب الله، يا بنغازي لا تزرعي غضب الله، يا بنغازي لا تزرعي غضب الله. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن علي. نتمنى أن يكون لهذه المناشدة أي صدى، وبالتأكيد نحن سنتابع هذا الملف الإنساني المهم بعد الفاصل. نناقش حادثة الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى بوسيم للحوادث. أهلا بكم. بعد تعرض أحد العناصر الطبية بمستشفى أبو سليم للحوادث لاعتداء أدى إلى أضرار جسدية جسيمة حسب وصف بيان إدانة أصدرته إدارة المستشفيات بوزارة الصحة المفوضة من قبل المجلس الرئاسي. إدارة المستشفيات هذه في بيانها حملت الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن مسؤولية سلامة الأطقم الطبية والتي تعمل في ظروف صعبة حسب وصف البيان، إضافة لعدم وجود مناخ ملائم للعمل. وفي البيان ذاته طلبت إدارة المستشفيات الزملاء بقسم الإسعاف بمستشفى الحوادث بوسليم، حيث أنه قد تم التنسيق بخصوص توفير الحماية اللازمة. حال وضع الطبيب حاليا والمساعدة التي قدمت له، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الصحة سيد عمار محمد. دكتور عمار أهلا بك إلى السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية دكتور عمار، حدثنا عن حالة الطبيب. طبعا زي ما تم ذكره في البيان الصادر عن إدارة المستشفيات، الطبيب تعرض لأضرار جسيمة أثر تصرفات فردية من بعض الأشخاص. نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل بعون الله تعالى. طيب، ما هي المساعدة التي قدمت من قبلكم كوزارة؟ طبعا الوزارة حسب ما فادني به مدير إدارة المستشفيات، الوزارة راح تحاول أن تطلع الطبيب العلاج الخارج في حالة حصول على ختم الشنجل، وزي ما تعرفوا أن هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل. طبعا طيب، أنتم أشرتم في البيان الصادر من قبلكم أنكم تحملون الجهات المختصة مسؤولية سلامة الأطقم الطبية أو العناصر الطبية، هل هنالك أي ردة فعل كانت من قبل هذه الجهات؟ والله طبعا موضوع التحرك والاتصالات اللي جبتها تجريها وزارة الصحة مش اليوم، الموضوع ما هوش وليد اللحظة وتوقف على اعتداء هذا، ومتأكد أنه مش راح يوقف على اعتداء هذا، لأن التصرفات الشخصية من بعض الأفراد بشكل يومي نعتبره. فاحنا بنعاني في الموضوع تقريبا من العام 2012، واحنا في تواصل مع وزاره الداخليه وكافه الاجسام الامنيه، لكن للامانه ما فيش هذاك التجاوب الذي اللي يذكر، حتى وان كانت عمليه التامين والحمايه تاخذ بعض الايام، لكن حتى افراد الامن هناك من يتعرض حتى لاعتداءات نفسهم افراد الامن للحمايه في تدخلات من خارج المستشفيات ويتعرضوا نفس الشيء للاعتداءات. احنا حتى من جانب توعوي في الامانه من سنه 2014 و2015 قمنا ببعض الحملات التوعيه كاداره اعلام وتوعيه الصحي، حملات حاولنا من خلالها توعيه رواد المستشفيات والمواطنين
يوقفوا موضوع إهانة الأطباء، لأن في النهاية الطبيب هذا شخص، وفي النهاية هو إنسان وعنده مشاعر وفي ضغوطات الحياة زي ما نعرفه. الأطباء يعملوا في ظروف صعبة جدا، ظروف الاقتصادية، وكذلك لا يحسوا بقلة المرتبات، لأنهم لا علاوات خطر لا علاوات تمييز، وهذا الشيء يسبب في ضغوطات للأمان على كافة الأطباء. صحيح، وبكل تأكيد يعني أنتم نشدتم في البيان الصادر من قبلكم إلى عودة جميع الأطقم الطبية للعمل من جديد، هل هذه المناشدة تمت استجابتها من قبل الأطقم الطبية؟ يعني أو تحديدا قسم الإسعاف بوسليم، خاصة أن يعني قسم الإسعاف بوسليم يغطي يعني منطقة كبيرة، يغطي ليبيا كلها، ما يغطيش منطقة أبو سليم أو مدينة طرابلس فقط، لأن هذه مستشفى كبير ويحتوي على أقسام للعمليات الكبرى والعمليات الصغرى. طبعا إدارة المستشفيات تعمل أن يتم عودة العمل إلى طبيعته، وغدوة إن شاء الله هناك اجتماع مع مدراء ودكاترة متخصصين في هذا المجال، إن شاء الله نحاول نوصل إلى تسوية المشكلة هذه بعون الله تعالى، لأن الجهود للأمان الجهود كبيرة، وإحنا صدق إحنا نطلب من كل المواطنين لنا، حتى الطبيب راهو يحس في نفسه مضطهد، وفعلا إن زي ما قلت لك الطبيب يوقف في 24 ساعة في ضغوطات، المناظر الحوادث اللي يشوفها حتى هي بتأثر على نفسيتها، الظروف الاقتصادية. احنا للأمانة نناشده حتى أصحاب القرار أن يدخلوا في موضوع علاوات الخطر والتمييز الخاص بالأطباء، لأن في بعض الأمانة في بعض الـ بعض الـ بعض الزملاء والزميلات صارت لهم حتى حالات عدوى وانتقلت لهم امراض زي الدرن اكرمكم الله وعافانا الله واياكم، ولحد الان ما حصلوش الرعايه من الدوله، ما حصلوش حتى من يلتفت اليهم، ان هذا شخص يؤدي في واجب انساني فعلا. صحيح. وشخص مطلوب منه العمل، لكن حتى الطبيب يجب ان نوقف في صفه. صحيح، نحن بكل تأكيد نتمنى السلامة لجميع الأطقم الطبية، هي ليست أو هو هذا ليس الاعتداء الأول، ولكن نتمنى أن يكون الاعتداء الأخير، ونتمنى السلامة أيضا لهذا الطبيب المعتدى عليه. مشاهدينا ومستمعينا، بعد الفاصل. شاب يحول هوايته لمهنة تجمع بين المتعة والاستفادة المادية. أهلا بكم. عادة ما يشكو العديد من الشباب من الروتين والملل من امتهانهم عملا لا يستهويهم طلبا للرزق فقط، لكن هذا الشاب قرر امتهان مهنة يحبها وهواية يمارسها لينجح حيث فشل غيره، ويتحول عمله لمتعة وباب للرزق في آن واحد. نتهوى في المطوات من صغري، واستعد بالخدمة، خذيت دراجة نارية، نتعلم شوي بشوية، كبرت المحل وبدأت نشتغل، والحمد لله في كل المطوات صغار كبار ما فيش مشكلة، نحب نتهور سواقتهم وفي كل شيء. الحمد لله من هوايتي هذه بنيت حوش، درت سيارة ودرت موتو وتجوزت، عمري قريب 34 سنة، ما عنديش معاش من الدولة، والحمد لله كافي حصل 20 30 50 نخدم، والحمد لله كيف نعيش، وهذه الحمد لله من عند الله. أنا عضو من سفرين 218 ومن جروب درجات النارية والكلاسيكية، الحمد لله وصلنا إلى مدينة أغدامس وغريان وقبرعون وأكاكوس وهون والجفرة، ودرنا المدينات كلها، والحمد لله يا ربي 100% إن شاء الله. نخدم مع صديقي عبد الرحمن في هواية تصليح مطوات، وحبيت نكون روحي من هذه الصناعة حرفة يد،
وانا طالب يعني نقرا الصبح قرايه كليه وبعد الكليه يعني نجي نمارس المهنه هذه، وحبيت نكون روحي يعني نكون على روحي نصرف ما نحتاج لاي شخص ثاني، ومع هذا كله حبيت نتطور وناخذ خبرات زايده قصدي باش نعب على روحي. نتمنى من الدولة أن تدعمنا وتوفر لنا السيولة وتساعدنا الشباب، ولا المطوات قداش ليهم فيه ما عنداش حتى باش يطلع مطو، قسم بالله يتشكى بحالة ويقول لنا وشيك وشيك، احنا ما نقبلوش بالشيكات لأن ما عنداش معاشات من الدولة باش نقبل الشيكات. أنا بروحي نحب ناخذ في قومات نبيع لهم فيهم ب 30 و 40 دينار، المفروض المطو تركب لها قومة جديدة واصلة تو 450 قومة، كانت ب 150 دينار قومة جديدة. ما أنا ما فيش واحد كيف يساعدنا ولا يعاوننا في أي حاجة، بجهدنا وروحنا بروح. السابعة انتهت، إلى اللقاء.